العابد نور المملكة حسن معاذ بيحاول أمام المرمى جول 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 توني أقول شوية تركيز والمكالمة وصلت يا ناصر والمسج وصل يا ناصر وهدف لصالح المنتخب السعودي ثلاثة الأخضر ثلاثة الأخضر الأخضر الآن يرد على غضب الفيتناميين وخشونة الفيتناميين بأهداف في مرماهم بعقاب فوري السعودي ثلاثة هونغ كونغ لا شيء ثلاثة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء لصالح المنتخب السعودي نور بدأ ومرر لحسن معاذ معاذ لعبها عرضية أمام المرمى ناصر بكل سهولة من الفرصة الحقيقية الرابعة لناصر يسجل الهدف الثالث لصالح المنتخب السعودي خلاص يا بانك عاد صدقت نفسك أشوف مدحناك في الشوط الأول أنك حارس وحارس ثلاثة والرابع جاي